نداء صاح من فوق السماء بنعي من قلوب الأنبياء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء ينوح الكون بالدمع الهطول فما أقساه من خطب مهول فمن غدر المعربد والجهول قضى خير الورى نفس الرسول ولي الله نفراس السداد قضى من غدر أشقى الأشقياء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء السماء بنعي من قلوب الأنبياء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء إلى المختار جاء اليوم آدم ونوح صاح ذا فلك تهدم وإبراهيم جاء مع ابن مريم وفي الأحداق سال الدمع كالدم فكل عند طه راح يبكي وينعى فقد خير الأوصياء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء السماء بنعي من قلوب الأنبياء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء على الوجنات دمعي فاض دامي كفيض النحر من ضرب الحسام على المولود في البيت الحرام وفي محرابه مسك الختام ففي المحراب في حال السجود طوى عمرا به عين الفداء يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء هدت منارات العلاء.
العلاء. سيبقى دمع عيني للمعادي ويبقى الحزن نارا في فؤادي، وأبقى أرتدي ثوب السواد على من طاله جور الأعادي، بطعنات المهند والردين وأقلام تجور بلا انتهاء. يعزي المصطفى طه بيوم به هدت منارات العلاء، هدت منارات العلاء. يعزي المصطفى طه بيوم به.